نظمت مدرسة جابر بن حيان للتعليم الأساسي ببلدية صبراتة المعرض السنوي تحت شعار معا يدا بيد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة بحضور أعضاء عن المجلس البلدي ومدير مكتب التعليم والمتابعة والنشاط المدرسي ومركز البحوث وتطوير المعامل وبعض أولياء أمور الطلبة. وتضمن المعرض تشكيلة من المشغولات اليدوية والمنزلية كالتطريز والمنسوجات ومعرض للرسوم والمجسمات الفنية لطلبة مدرسة جابر بن حيان للتعليم الأساسي ببلدية صبراتة. قامت جمعية سيد الشهداء الخيرية بمدينة درنة بحملة نظافة لفصول مدرسة ابن سينا بمنطقة الساحل الشرقي، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، كما تستهدف هذه الحملة عدة مؤسسات تعليمية وخدمية بمدينة درنة. قام فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية زليطم بتوزيع مستلزمات دراسية على أطفال التوحد وذوي الإعاقة والصم وضعاف السمع وأسر الشهداء والأسر المحتاجة من سكان المدينة والنازحين ببلدية زليطم. عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز تمنهنت للمعارض اجتماع ضم عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية وأعضاء اللجنة التسييرية بالشركة العامة للكهرباء وإدارة فرع المنطقة الجنوبية بالشركة، حيث تمت مناقشة العديد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها شبكة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، كما قام المجتمعون بزيارة محطات الكهرباء الواقعة بالمنطقة الجنوبية. قام المجلس البلدي لبلدية طرابلس المركز بتوزيع 3000 حقيبة مدرسية متكاملة لمحلات البلدية عن طريق مخاتير المحلات ومكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية ومدير مكتب شؤون المحلات لتوزيعها على تلاميذ المدارس القاطنين داخل نطاق محلات بلدية طرابلس المركز.